سينيور 2 ازيكم؟ هنحل النهارده اسئله على ليسون النيوتريشن. ده كان اول ليسون معانا في يونت 1. احنا شرحنا الليسون كويس قوي على 3 بورتس، هنلاقيها في القناه في البلاي ليست بتاعه الشرح. النهارده هنحل كويشنز او اسئله اخترتها من المعاصر، فيها افكار ممكن تكون صعبه على بعضنا. هنتمرن مع بعض ازاي نفكر فيها. بس زي ما تعودنا قبل ما نشوف الفيديوز بتاعت الأسئلة لازم نشوف الفيديوز اللي بنشرح فيها. يلا نبتدي. ده سؤال معانا في الميسلينيس question. بيسألني هنا الشكل ده بيوضح TS and the root of a plant، يعني أخدنا قطاع عرضي transverse section في الروت وشفنا الديتيلز دي من جوه. بيسألني number أو بيسألني A deduce the labels from 1 to 4، يعني mean 1 mean 2 mean 3 mean 4. 1 طبعا دي the soil particles، أما 2 هي root hair، 3 the epidermal layer، وتعلمنا طبعا إن root hairs هي extensions أو ما هو باين قدامك يعني امتداد من the epidermal layer، 4 دي xylem اللي اتعلمنا ان دي انابيب responsible for transporting the water، ده فيها minerals. انابيب بتوصل الميه من الروت ل all parts of the plant. الميه طبعا بيبقى ده فيها المينرالز او الاملاح. بي بيسالني illustrates by arrows، وضح بالاسهم the path of water transfer from structure number 1، ازاي الووتر بتبتدي تتحرك من structure number 1 اللي هي soil particles طبعا till reaching structure number 4، لغاية ما توصل للstructure لتركيب number 4 اللي اتفقنا انه xylem in the center of root by osmosis phenomenon. ازاي الووتر او الباث او الطريق اللي بتاخده الووتر من اول soil لغاية ما توصل للxylem. Once انها وصلت الزايلم بقى خلاص هتتحرك، الزايلم هيوصلها to all parts of the plant. هنوضح بالأيروس طبعا الووتر بتدخل من soil particles للروت هيرز طبعا بالأوزموزيس، بس قبل الأوزموزيس بيحصل تشرب أو imbibition لجدار الروت هيرز اللي المفروض هي consists of cellulose، يعني السيليولوز اللي في السل اللي في الجدار بتاع الروت هيرز بيتشرب imbibe الووتر الاول، بعدين بتتنقل الووتر لجوه الروت هيرز باي اوزموزيس، تتنقل بنفس الطريقه بالاوزموزيس من الروت هيرز للابيديرمال او من الابيديرمال لطبقه الكورتكس بالشكل ده، يعني من الهاي كونسنتريشن اوف ووتر تو لو كونسنتريشن اوف ووتر بالشكل ده لغاية ما نوصل للزايلم. كده احنا وضحنا بالأيرز بالأسهم ازاي الروت باس بتتحرك من السويل لغاية ما توصل للزايلم او السنتر اوف روت. سي هنا بيسألني explain how the presence of structure number 2 helps to number 1 penetrate the structure number 1. احنا اتفقنا ان 2 دي هي root hairs، 1 ال soil particles. ازاي root hairs تقدر penetrate او تخترق ال soil particles؟ بتعمل ايه؟ بنجاوب بنقول ان root hairs او structure number 2 طبعا secret a viscous substance، مادة لزجة to find their way among soil particles، عشان تتغلغل بين حبيبات التربة ويحصل fixing تثبيت، وبالتالي تقدر انها absorb soil minerals. يعني بنجاوب باختصار بنقول انها secret a viscous substance. number 2 بيسألني ازاي طبعا structure number 2 اللي هي root hairs طبعا increase the efficiency of water and salt absorption from number 1. efficiency يعني كفاءة. ايه اللي بيزود كفاءة root hairs to absorb عشان تقدر تمتص الwater والminerals من soil particles؟ اللي بيزود كفاءتها هي characterized by what، بتتميز بايه؟ تعالوا نفتكر مع بعض. الروت هيرز او الستراكشر نمبر 2 ازاي
increase the efficiency of water and solve absorption from structure number 1 اللي بتتميز ب characterized by what علشان نزيد ال efficiency كفاءتها او الفاعلية للwater absorption يعني بتتميز بايه علشان تقدر تعمل absorption للwater and minerals من structure number 1 هي ال soil particles ويحصل ال absorption ده بكفاءة او بفاعلية عالية. هنشوف مثلا او اتعلمنا ان root hairs characterized by انها large number وده to increase surface area عشان نزود مساحة السطح وبالتالي يحصل absorption للwater and minerals بشكل كبير. اتفقنا كمان انها large number طبعا زي ما واضح هنا characterized by انها thin wall جدار رفيع جدا وده allow أو to allow passage of water عشان الwater تعدي بسهولة وبسرعة من ال soil particles للroot hair. لو كانت الroot hairs thick أو الجدار بتاعها thick سميك هيبقى فيه صعوبة إن الwater pass تعدي من ال soil particles للroot hairs. Number 3 root hairs characterized by بتتميز دايما إنها secret a viscous substance مادة لزجة to find their way عشان تلاقي طريقها أو تتغلغل among soil particles تعلمنا ده كمان. Number 4 آخر حاجة root hairs characterized by presence إن عندها high concentration of salt في cellular sap أو الفاكيول دي عندها تركيز عالي من الأملاح في الفاكيول وده علشان أو to allow passage of water من ال soil للroot hair by osmosis phenomena علشان ال water تعدي من ال soil particles للroot hair by osmosis يعني من التركيز العالي لل water للتركيز الأقل لل water في root hairs طبعا وده اتعلمناه أو فهمناه من الأوزموسيس. لو حابين نفهم الأوزموسيس فينومينا بالتفصيل بنرجع للفيديو بتاع الشرح. بيسألني هنا سؤال مهم دي what happens if the nitrate sulfate and phosphate salts are absent مش موجودة from the structure number 1 عارفين ان structure number 1 دي ال soil particles يا ترى لو مش موجودة nitrate والسلفيت and phosphate ال salts دي مهمة جدا علشان يحصل absorption او تمتص through root hairs من root hairs وتبقى موجودة في البلانت. طيب النيتريت والسلفيت والفوسفيت بتعمل ايه؟ responsible for transforming مسؤولة انها تحول carbohydrates produced from photosynthesis process عملية الكربوهيدراتس اللي تكونت من البناء الضوئي into protein. لو السولتس دي النيتريت والسلفيت والفوسفيت are absent مش موجودة يا ترى ايه اللي ممكن يحصل؟ طبعا البلانت كانت فور مش هيقدر يكون البروتينز. فبنجاوب على السؤال ده ونقول ان لو النيتريت والسلفيت and فوسفيت are absent مش موجودين يبقى inability of the plant to form proteins البلانت مش هيقدر يكون البروتين. بيسألني آخر سؤال في الكويتشن ده The production of ATP molecules needs the presence of oxygen عشان يتكون الـ ATP الـ process دي بتحتاج oxygen أو لازم الـ oxygen ده يبقى موجود. طب ثانية واحدة نقف مع بعض هو الـ ATP ده مين وبيعمل إيه؟ الـ ATP دي بنسميها الـ energy currency in living organisms كل الـ living organisms بتحتاج energy أي vital processes عملية حيوية بتحصل inside the living organisms حتى لو كان الـ plant دي بتحتاج energy والـ energy obtained بياخدها الـ plant أو أي living organism in the form of ATP والـ ATP ده علشان يتكون لازم يبقى الـ oxygen available موجود. Deduce what happens if استنتج اللي هيحصل لو structure number 1 is immersed with the water for relatively long time لو structure number 1 ال soil particle immersed غمرت بالمية بالwater مدة طويلة اللي ممكن يحصل نفكر مع بعض هيحصل ايه. طبعا لو فكرنا هنوصل ان الwater replace هتحل محل الoxygen molecules وبالتالي مش هيبقى فيه aeration تهوية أو مكان
يبقى موجود في الهواء او الاكسجين مولكيولز among soil particles. يعني ببساطة المية هتحل محل الاكسجين، مش هيبقى فيه مكان للتهوية او للاكسجين او اي جاز among soil particles. As a result نتيجة لكده الـ ATP molecules مش هتتكون. As a result وهنتوصل في الاخر ان all vital processes كل العمليات الحيوية اللي المفروض تحصل في البلانت that need اللي محتاجة ATP molecules will stop، هتقف. يعني stopping all vital processes due to absence of ATP، لان الـ ATP ما بقاش موجود. That need اللي محتاج presence of oxygen molecules. سؤال 11، بنشوف السؤال ده في المعاصر كمان، تعالوا نفكر فيه مع بعض. The opposite graph illustrates the results of an experiment that was carried out on piece of potato with equal weight 7 grams. Then some of them were put in water and the others were put in sucrose solutions with different concentrations. Explain the results at the two points A and B. تعالوا نفكر مع بعض. السؤال بيقول ايه؟ عندنا حبات بطاطس with equal weights كلهم 7 grams. شوية منهم حطناهم في الووتر وشوية حطناهم في solutions containing sucrose. لقينا في حبات وزنها زاد وحبات تانية وزنها قل. فعملنا relationship علاقة بين الويت الأوزان بالجرام وبين الconcentrations بتاعة solutions اللي اتحطت فيها البوتيتو. رسمنا graph بالشكل ده. عايز مني أشرح إيه اللي حصل عند point A وإيه اللي حصل عند point B. تعالوا نشوف هنفكر إزاي في السؤال ده مع بعض. اللي حصل senior 2 عند point A، زي ما انتوا شايفين إن weight becomes 10 gram. يعني اتفقنا في السؤال كان بيقول البوتيتو كانت 7 gram، بس اللي حصل عند point انها بقت 10، معناها ان الـ weight increases وده عند concentration 0. يعني لما حطينا البوتيتو في concentration 0 sucrose، او يعني يقصد يقول لي في الـ water الـ pure water اللي ما فيهاش sucrose خالص، حصل increasing في الـ weight، الوزن زاد. بعد ما كانت 7 gram بقت 10، ده اللي حصل. ايه الاكسبلينيشن او الشرح؟ ان الووتر باس عدت من الكونتينر او من بره للبوتيتو، او الووتر باس من الهاي كونسنتريشن اوف ووتر يعني من بره تو لو كونسنتريشن اوف ووتر او تو انسايد بوتيتو لجوه البوتيتوس. بره في الووتر في هاي كونسنتريشن، اما جوه في البوتيتو كان في لو كونسنتريشن، فعدت الووتر من الهاي كونسنتريشن اوف ووتر تو لو كونسنتريشن اوف ووتر، وبالتالي الويت بتاع البيس اوف بوتيتو او حبه البطاطس انكريزز من 7 جرام ل 10 جرام. ده الاكسبلينيشن الشرح عند بوينت A. طيب في بوينت B ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان الويت ديكريزز. الأصل هي كانت 7، فزي ما واضح هنا الـ weight becomes 5 وده عند concentration 4 للـ sucrose. الشرح أو نوضح إزاي إيه الـ explanation. لما حطينا الـ potato اللي المفروض كانت 7 gram in sucrose solution، بس الـ concentration كان 4 concentration percent، يعني موجود فيها sucrose solution بنسبة 4%. اللي حصل ان الـ water pass هتعدي زي ما تعلمنا بالأسموسس من الـ high concentration to low concentration of water، يعني من الـ piece of potato حبة البطاطس اللي فيها high concentration of water لبره، لأن بره في low concentration of water.
يعني ايه low concentration of water؟ يعني high concentration of sucrose. فحصل shrinking انكماش لحبة البطاطس، يعني الويت قل، الويت becomes 5 جرام. حابة أوضح معاكم حاجة بالنسبة للبوينت بي. لما حطينا البيس اوف بوتيتو في كونتينر containing 4 sucrose solution، معنى اني اقول لك 4 sucrose solution اقصد اقول لك ان هنا بقى فيه low water concentration، فيه salt او املاح او particles بنسبة 4%، يعني معناها ال water concentration قل، تركيز المية اقل، يعني هيكون اقل او lower than water concentration in piece of potato. فلما حطينا a piece of potato حبة البطاطس اللي المفروض فيها higher water concentration، حطناها هنا حصل لها ايه؟ زي ما احنا شايفين حصل لها shrinking انكماش. الwater اتعلمنا بالosmosis بتعدي من ال high water concentration to low water concentration، وده اللي حصل فعلا. المية عدت من high water concentration to low water concentration، يعني من حبة البطاطس لبرة في الكونتينر. As a result حصل shrinking انكماش والweight بتاعها decrease to 5. بنكمل السؤال. بي بيسألني هنا which one of the sucrose solutions has the same concentration of the cellular sap in potato cells and why. معنى السؤال بيقول لي مين السكروز سوليوشن او مين الكونسنتريشن بتاع السكروز سوليوشن، ايه التركيز؟ لما حطيت فيه البوتيتو اللي 7 جرام حطناها في الكونسنتريشن ده، فضلت برضو 7 جرام ما اتغيرتش، الويت فضل كونستانت ما اتغيرتش، يعني مفيش ميه دخلت جوه او ميه خرجت بره. لما احط البيس اوف بوتيتو اللي 7 جرام في كونتينر وما يحصلش حاجة، وزنها ما يزيدش أو ما يقلش، ده معناها الconcentration اللي موجود هنا برا في الكونتينر equal الconcentration اللي موجود جوه في البوتيتو أو اللي موجود في السيلولار ساب، وبالتالي مفيش مية دخلت أو طلعت. يا ترى إيه الconcentration ده اللي لما حطينا فيه البيس اوف بوتيتو فضلت الويت constant ما تغيرش؟ بجيبه طبعا من الجراف. الويت 7 جرام بيكون عند concentration 2%، معناها ان 2% sucrose solution عند تركيز 2% ال weight of piece of potato ما بتتغيرش، مفيش مية بتدخل او بتطلع، علشان ده بيكون equal بيساوي ال weight وزن ال piece of potato او equal ال concentration of sucrose في cellular sap، الconcentration بتاع السيكروز جوه حبة البطاطس، وبالتالي الويت مش هيتغير، فيش مية هتدخل ولا هتطلع، لأن الconcentration برا قد الconcentration جوه في البيس اوف بوتيتو. سينيور 2 بيسألني آخر سؤال معانا. لي explain why the curve is constant at its end، يعني الكيرف هنا فضل ثابت كل ما هتزود الconcentration by increasing concentration الكيرف will be constant، هيبقى ثابت ومش هيزيد. ده معناه ايه؟ معناه by increasing concentration كل ما هتزود سيكروز في الكونتينر بره الويت هيفضل constant، وده بسبب ان piece of potato حبة البطاطس lost all amount of water inside it، خلاص فقدت كل المية اللي موجودة جواها لما حطناها تركيز عالي او with high concentration sucrose. فبتجاوب بتقول باختصار لان piece of potato lost all amount of water inside it.